تواصل وزارة الأوقاف توزيع لحوم صقوق الأضاحي للأسبوع الثاني، ويتم توزيع الدفعة الثانية من اللحوم في عدد من محافظات الصعيد ومن بينها بني سويف، حيث تم حتى الآن تسليم 4 ضمن 5 أطنان لحوم مخصصة للمحافظة. ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا مباشرة من بني سويف مراسلنا مراسل أخبار مصر وليد هيكل. وليد، بعد التحية، كيف تجري عمليات توزيع لحوم صقوق الأضاحي؟ بداية دينا، تحياتي إليك وإلى كل مشاهدي التلفزيون المصري من محافظة بني سويف، حيث كما ذكر الخبر الآن أنه تواصل وزارة الأوقاف توزيع لحوم صقوق الأضاحي للأسبوع الثاني على التوالي، حيث بدأ التوزيع الأسبوع الماضي بعد انتهاء عملية الذبح خلال أيام التشريق الثلاث في عيد الأضحى المبارك. الأسبوع الثاني على التوالي دينا بيشهد الآن عملية التوزيع في عدد من محافظات الصعيد ضمنها محافظة بني سويف، التي حيث تستهدف 4 أطنان من اللحوم هذا اليوم، ولكن المستهدف لمحافظة بني سويف هو 50 طن لحوم، ليس لمحافظة بني سويف فقط إنما لمحافظات الصعيد كافة. للمزيد حول عملية توزيع لحوم صقوق الأضاحي هنا من محافظة بني سويف، يسعدنا أن ينضم معنا الشيخ جابر طيع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف. شيخ جابر، بداية إذا سألت سيادتك عن الحصيلة التي تم جمعها من بيع صقوق الأضاحي حتى الآن، والمستهدف لمحافظات الصعيد ومحافظة بني سويف خاصة. في الحقيقة في سابقة من نوعها، وهي أن تصل وزارة الأوقاف 100 مليون و4.5 مليون، وده التقرير مبدئي لأنه يوم الأحد سوف يأتي التقرير النهائي من البنوك. هذا الأمر غير مسبوق. ثانيا، يعكس ثقة الشعب المصري في مؤسسات الدولة المصرية، بعد أن كانت هناك بعض الجماعات وبعض الأفراد الذين يستحوذون على هذه الأعمال من أعمال البر وأعمال الخيرات التي كانت تسيطر عليها بعض الجماعات المتطرفة من أجل أيديولوجيات معينة ومن أجل مكاسب واستحقاقات انتخابية معينة. الآن مؤسسات الدولة تعود بقوة وبكامل قوتها من أجل أن تتبنى مشروعات مجتمعية واجتماعية تنعكس أدائها على المواطن المصري في ريف مصر وحضره وفي كل أماكن مصر. ولذلك توزيع اليوم 50 طن في محافظة بني سويف، استهدفنا المرحلة الأولى 4 طن، واليوم 4 طن ثانية، ثم بعد ذلك تتوالى حتى نصل إلى 50 طن في محافظة بني سويف وكذلك جميع محافظات مصر. في صعيد مصر الأولى بالرعاية سيكون لها نصيب 50 طن في كل محافظة إن شاء الله، توزع عبر مراحل في مسافة حوالي 3 شهور إن شاء الله، من الأسبوع الماضي إلى يعني 3 شهور قادمة إن شاء الله. تمام، كل الشكر لحضرتك الشيخ جابر طيع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف. إذا دينا، أكثر من 100 مليون جنيه هي حصيلة بيع صقوق الأضاحي الخاصة من وزارة الأوقاف، والتوزيع كما ذكر الشيخ جابر طيع رئيس القطاع الديني هو الهدف، هو الأسر الأولى بالرعاية، ليس في محافظة بني سويف التي يتم التوزيع فيها اليوم، لكن على مستوى محافظات الجمهورية كافة. نعم. إليك في الاستوديو دينا. نعم، مراسل أخبار مصر وليد هيكل، شكرا جزيلا لك، وشكر موصول لضيفك الكريم الشيخ جابر طائع.